طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح لتقرير حلو قوي صورناه في الشارع عن الافضل، عن اللعيبه اللي خذلوكم هذا الموسم، تفاصيل كتيره او اسئله كثيره، نشوف التقرير وبعده الفاصل ومن ثم نكمل مع زملائنا الاعزاء. خليكم معنا. افضل لاعب خلال العام من وجهه نظري يعني مفيش منافس محمد منعم. حسين الشحات مع اني زملكاوي. بص انا زملكاويه ايوه بس انا بحب زيزو يعني، بس انا شايفه امام عاشور لاعب كويس قوي. الدوري المصري عامه يعني امام عاشور طبعا. زيزو اكيد طبعا. بيرستاو. حسين الشحات. احمد سيد زيزو الزمالك. حسين الشحات. في العالم ميسي، في مصر حسين الشحات. افضل لاعب امام عاشور. مصطفى فتحي. مين افضل نادي خلال العام؟ الاهلي طبعا. محتاجه كلام، مش عشان خاطر انا اهلاوي، العالم كله بيقول الاهلي يعني. طب انا قلت لك زملكاويه فخلينا الزمالك. اهلي طبعا. افضل مدرب خلال العام؟ كولر. وبرده مش محتاجه كلام، النتائج بتقول كده برده. مدرب النادي الاهلي. كولر طبعا. مدرب الاهلي اكيد. بصراحه انا زملكاوي بس هو راجل يعني فكره عالي وعنده واقعيه واستراتيجيه حلوه في التدريب. افضل مدرب طبعا مستر ماركس كولر. باتشيكو مع بيراميدز عامل اداء كويس بصراحه يعني، انا شايف كده، بس هو بالنسبه لي كولر. كولر طبعا. افضل صفقه تمت خلال موسم الشتاء والصيف، موسم الانتقالات. اكيد طبعا للاسف الشديد يعني انا بقولها وانا زعلان، امام عاشور اللي هو ابن المحله. امام عاشور كده كده. افضل صفقه بالنسبه لي كانت كوندوسي في النادي الاهلي الصفقه اللي فاتت، وامام عاشور. امام عاشور. مين اللاعب اللي خذلك؟ خذلني عبد القادر. انا عبد القادر كنت بحبه قوي بس هو اناني شويه. مش خذلني بس هو الفتره بتاعت موت والده مثلا مروان عطيه، بس الفتره دي جامد جدا يعني، هو اثبت ان هو لعيب جامد جدا بس هو كان بيمر في فتره معينه. مودست. مين اللاعب اللي طلع عكس توقعاتك وكان مفاجاه؟ هو مودست بالجون الاخير ده. الواحد ما كانش متوقع ان هو ينزل يعمل اي حاجه وجاب جون البطوله. كوكا. لاعب عكس توقعات. كوكا. زيزو اكيد. زيزو في البدايه صراحه كان لاعب غامض، بس بعد كده اثبت ان هو لعيب ذو قدرات عاليه يعني، وعنده فنيات كبيره ولعيب تحس ان هو يعني قائد في الملعب. مين بطل الدوري السنه دي؟ الاهلي ان شاء الله. في حاجات كده بديهيه ما ينفعش تسالها. الاهلي طبعا. الاهلي ان شاء الله. بطل الدوري النادي الاهلي. مين بطل دوري ابطال افريقيا في العام الجديد؟ اتمنى الاهلي برضو يعني، بس هو ممكن سان داونز او احنا، ان شاء الله الاهلي باذن الله. بص انا اهلاوي بس انا بقول لك تبقى سان داونز. لا هي برضو مش هتخرج بينا عن سان داونز والاهلي. سان داونز. دوري ابطال افريقيا هيبقى في تنافس كبير بين نادي سان داونز مثلا والنادي الاهلي، ولكن انا متوقع النادي الاهلي. افضل مباراه خلال العام. احلى مباراه الزمالك وبيراميدز 3-3. مباراه الاهلي والوداد نهائي دوري ابطال افريقيا. افضل مباراه مباراه الاهلي وسيراميكا. محمد صلاح هيكمل في ليفربول ولا هيمشي؟ ان شاء الله هيكمل، هو الاحسن ليه ان هو يكمل. على حسب اللي هيعمله السيزون ده يعني، لو السيزون ده كان كويس هيكمل باذن الله، لو السيزون ده ما كانش كويس هيروح على السعوديه يعني. لا مكمل، هيلاقي تاريخ احسن من كده. لا على الوضع ده انا حاسس محمد صلاح اكيد يعني ليه وجهه ثانيه غير ليفربول، واتوقع اكيد ممكن تكون الدوري الاسباني. لا انا اتوقع محمد صلاح مكمل عادي في ليفربول وهيقعد فتره كمان يعني سنه او اثنين تاني يعني، ما اعتقدش ان هو ينتقل في حته ثانيه. لا هيكمل صلاح، هيكمل هينهي مسيرته في ليفربول.